طيب احنا بقى سواء بنينا الديزاين بتاع السنجل دومين او الديزاين بقى بتاع المالتي دومين، محتاجين نأمن نفسنا بقى. احنا كده الدنيا شغالة معانا زي الفل، محتاجين نعمل احتياطاتنا بحيث ان لو حصل مشكلة نقدر نعالجها بسهولة. طب المشاكل اللي ممكن تحصل لنا ممكن تبقى مشاكل على مستوى داتا بتاعت الموظفين مثلا تضيع، مشاكل على مستوى الاكتيف دايركتوري يحصل فيه كوربشن، في حاجه تبوظ فيه، داتا على مستوى الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل اللي على الجهاز كله يتحرق. فاول حاجه عشان نامن نفسنا في تول كده صغنطة احنا كنا خدناها فرضا ان دي الداتا بتاعت الموظفين فيها الشغل بتاع الناس، رايت كليك على البارتيشن اللي فيه الشغل بتاع الناس بروبرتيز، او سوري رايت كليك عليه كده هتلاقي حاجه اسمها شادو كوبي. شادو كوبي اجي على البارتيشن ده واعمل لها ايه، انيبل، واقول له يس. مجرد ما هعمل كده السيستم هيعمل ايه، هياخد لقطه من هذا البارتيشن، والمفترض انا من سيتنج اخلي الخاصيه دي تشتغل يوميا. هي شغاله هي يوميا، شوف انت بقى عايز تخليها كل الايام الساعه 7 صباح، كل يوم الساعه 7 الصبح السيستم هياخد لقطه من هذا البارتيشن، بحيث ان الموظف لو دلت فايل النهارده يقدر يرجع تاني ليه، لان هو يوميا الفايل ده بيتأمن الساعة 7 صباح. تمام. فهنا هنفترض لو انا عندي فايل مثلا اهو، ادي ملف تكست انا كاتب جواه 111 مثلا اي حاجة، الفايل ده المفترض ايه اللي هيحصل فيه لما تيجي الساعة 7 الصبح هيتأمن. فتعالى كده احنا بدل ما نستنى لحد الساعة 7 الصبح، انا هاجي على البارتيشن رايت كليك كونفيجر شادو، واقول له ايه هنا، واقول له كرييت ناو، بدل ما استنى لحد الساعة 7 كده الفايل ده اتأمن. هنفترض دلوقتي اي موظف سي دلت هذا الفايل، بمنتهى البساطة هقف على الفولدر اللي اتدلت منه هذا الفايل بروبرتيز، هلاقي حاجة اسمها ايه بريفيوس فيرجن، هلاقي ان اتاخد نسخة من هذا الفولدر يوم كذا الساعة كذا ويوم كذا الساعة كذا. اخر واحدة احنا عملناها اللي هي دي، هقول له كده افتحها لي. فعلا هيظهر معاك ان كان جواها الفايل. اقدر ان انا اعمل ايه، اقف على دي كده اعمل لها ريستور، ريستور اوكي، فكده افتح هتلاقي الفايل رجع. دي طريقة سريعة تقدر ترجع بيها الداتا لو اتعمل لها ديليت او اتعدلت وانت عايز ترجعها للنسخة الاصلية بتاعتها. حاجة تانية مهمة جدا تعملها على كل السيرفرات اللي عندك، أول حاجة تعملها بعد ما تظبط شغلك كله تقوم جاي داخل على Add Rules and Features، Next Next Next، وتقوم جاي داخل على الرول اللي اسمها Windows، مش رول بقى، Feature، Next في ال Features هنا في حاجة اسمها Windows Server Backup، هعلم عليها صح، نيكست، لازم اعمل لها انستليشن على السيرفرات كلها. هسيبها تتسطب وبعد كده نرجع تاني. طيب انا كده سطبت الرول دي على اهو السيرفر دوت، تفتح بعد كده تولز هتلاقي هنا ايه بقى ويندوز سيرفر باك اب، تقدر من خلال هذه التول تأمن نفسك وتاخد باك اب سواء من الاكتيف دايركتوري بتاعك او من السيستم كله بتاعك او من اي داتا موجودة في اي بارتيشن زي ما اخدنا قبل كده. طيب بعد ما التول دي تفتح هخش فين بقى، هو بيحاول يقرا البارتيشنز اللي عندي. تمام اهو، هقول له بقى انا عايز ايه، اعمل باك اب، ويا ريت الباك اب ده يبقى بسكيديول عشان يشتغل مع نفسه يوميا او شهرين او اسبوعين حسب ما انت تحدد. فانا هقول له باك اب سكيديول نيكست، عايز تباك اب ايه، هكستم احدد الحاجه اللي انا عايز اخد لها باك اب، واد ايتم، المفترض الكلام اللي انا هعمله ده هيتكرر 3 مرات، مره هنعمله سيستم ستيت كده هياخد باك اب من الاكتيف دايركتوري اللي موجود جوه الويندوز بتاعي، بس مش هياخد باك اب من الويندوز كله، ومره هعمله على مستوى الدي مثلا لو الدي ده هو اللي فيه الداتا بتاعت الموظفين،
ومره هعمله على مستوى البارامتر ريكفري، يعني هاخد باك اب من الويندوز كله السيستم بكل الحاجات اللي جواه، اكتف دايركتوري وغير الاكتف دايركتوري. فاحنا مثلا هنشوف الموضوع ده دلوقتي مثلا على الدي، هلغي ده وهنخليه على الدي. اوكي نيكست سكيدول، اظبط بقى الموضوع ده يتم كل يوم، بحيث ان شاء الله في المستقبل لما تحصل مشكلة اقدر ان انا اعمل ريستور للايه للباك اب ده. نيكست، عايز تباك اب في هارد ديسك، الافضل طبعا في الواقع العملي ان الباك اب بتاعك يبقى على هارد ديسك مختلف عن الهارد ديسك اللي انت بتاخد منه ايه، ان انت بتاخد منه باك اب، عشان لو الهارد ده اتحرق الهارد التاني يبقى موجود على الباك اب. لكن لو انت حطيته على نفس على نفس الهارد ديسك بارتيشن تاني والهارد اتحرق، يبقى كده انت، او ممكن تحطه على شيلد فولدر على سيرفر تاني خالص. تمام كده. طب خليني يا عاش هرجع، انا هختار بدل الدي هختار مثلا السيستم واقول له اوكي نيكست نيكست. هتخزن الباك اب ده فين؟ هخزنه في بارتيشن موجود عندي. هتخزنه في انهي بارتيشن؟ في الدي. تمام كده نيكست. المفترض بقى هقول له فينيش مع نفسه بقى، الجهاز هيبدأ ياخد باك اب من السيستم بتاعك يوميا الساعة 9. تقدر انت بقى تعدل في الكلام ده وتعمل بقى الكلام ده على مستوى الداتا وعلى مستوى الاكتيف دايركتوري. تمام كده. طيب يبقى احنا كده امننا نفسنا. بالمرة كمان عشان نأمن نفسنا اكتر، تولز اكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، الراجل ده خلاص اهو خلص مع نفسه بقى. طيب نرجع هنا تاني، اكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، هقف على الدومين بتاعي. الكلام ده هعمله لكل دومين، يعني هعمله مره الكامل دوت كوم، وهعمله مره الكايرو دوت كامل دوت كوم، ومره ل لاحمد دوت كوم لو انا شغال بسيناريو المالتي دومين. اجي هنا اقول له انا عايز اعمل ايه، انيبل ريسايكل بين، بس ما اقدرش اعمل انيبل لهذه الخاصيه الا اذا كان الليفل بتاع الفورست بتاعي 2008 ار 2، واحنا طبعا واحنا بنظبط المنظومه بتاعتنا خليناها 2008 ار 2. تمام كده. بس انا كده شغلت الخاصيه، الخاصيه دي ليه؟ عشان لو فرضا ان انا دلت يوزر، دلت كمبيوتر، دلت او يو جروب، اي حاجه من دي دلتها اقدر ان انا ارجعها تاني. يعني لو فرضا انا دخلت دلوقتي في اي تي، كان او مثلا دخلت في سيلز، سيلز دي دلتها، هخش بقى فين؟ هخش في ديليتد اوبجكتس. فين بقى هنا ديليتد؟ معلش ايه، اقفل الكونسول ده وافتحه تاني. تولز اكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، خش كده في كامل دوت كوم، هتلاقي هنا ايه اهي ديليتد اوبجكت، المفترض بينزل فيها اي حاجه انت هتعمل لها ديليت واقدر ان انا ارجع. يعني تعال نجرب مثلا نمسح اتش ار ديليت. يس الاتش ار عليها حمايه باي ديفولت فمش هتتمسح، فخلينا نلغي الحمايه دي، نلغي الحمايه، خليني بسرعه الغيها من الكونسول التاني ده. اكتف دايركت يوزر اند كمبيوتر، طب هنا جاهزة الاوبشن بتاع الحماية ده او بروتكت، لغيت الحماية. اوكي اقدر دلوقتي طالما لغيت الحماية اعمل ايه؟ ارايت كليك على اتش ار ودلت. يس اتدلت، تروح بقى في الاوبشن هتلاقيها موجودة اهي، اقدر اقف عليها رايت كليك ريستور. الكلام ده بقى ينطبق على يوزر كمبيوتر جروب، اي حاجة من الحاجات دي تتدلت معاك. تمام كده. طيب طيب حاجة كمان مهمة جدا نختم بيها الورك شوب ديت، احنا عندنا هنا في الدومين اللي اسمه كامل دوت كوم اهو، فين في الدومين اللي اسمه كامل دوت كوم عندنا بي دي سي واي دي سي. عرفنا احنا ان في اول ريز بيتعمل في اول دومين داخل الفورست بيبقى الريز ده عليه 5 رولز، ولو فرضا ان البي دي سي ده وقع لابد ان انت تيجي تشغل الرولز دي على الاي دي سي عشان يشتغل بكل الفانكشنز اللي كان بيقوم بيها البي دي سي.
فعشان كده هنفترض ان السيرفر ده دلوقتي وقع اهو. بص انا هعمل ايه عليه حتى عشان احاكي ان هو وقع، هطفيه خالص، انا كده طفيته. الراجل ده دلوقتي لو حاولت سيادتك تعمل عليه بعض الحاجات مش هتشتغل معاك. يعني مثلا لو انا فتحت تولز وفتحت جروب بوليسي مانجمنت عشان عايز اعدل في البوليسز مثلا، مش هلاقيه شغال معايا. طب الحل ايه؟ حاجة مشهورة احنا اخدناها وطبقناها عملي اسمها سيز ماستر رولز. فخلينا كده نفتح كده الماتيريال بتاعتنا اكتف دايركتوري. كنا اخدنا حاجة فين؟ الفيزمو رولز. الفيزمو رولز ازاي نعمل سيز للماستر رولز؟ هي كوماندات محفوظة، هاخدها كده زي ما هي. انتي دي اس يوتيل كوبي سريعا اهو، هاجي على السيرفر ده. طبعا زي ما انت شايف الجروب بوليسي مش عايزه تفتح، هاي معلق لان هو مش عارف يوصل للسيرفر اللي عليه الرول المسؤول عن الجروب بوليسي. هفتح هنا بقى كوماند برومبت، واقوم جاي كاتب هنا الكوماند ده، وبعدين اقول له والله انا عايز اعمل حاجه متعلقه بالرولز، اها رولز، وبعدين انا عايز اكونكت بسيرفر اسمه ايه؟ اي دي سي. ده السيرفر اللي انا هكونكت بيه عشان ابدا ان انا اشغل عليه الرول. تمام، عملت كونكت بيه، شكرا. هقول له كويت، ابدا بقى اعمل ايه؟ اكتب كوماند كوماند من دول، اشغل ادي الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. مجرد ما اكتب الكوماندات دي كل واحد بقى يخلص اكتب اللي بعده، يبقى انا كده شغلت ده بكامل الفانكشناليتي بتاعته اللي كانت موجوده هنا. دي كده التاسكات المهمه عشان اامن نفسي كويس، ولو حصل مشكله الدنيا تفضل شغاله. طيب نوقف على كده.